الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم هذا المقطع مخصص لحقل الإحصاء الاستدلالي الدرس السابع تحت عنوان الخطأ والمخاطرة Error and Risk أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ ذكرنا في المقطع المقاطع الاولى حول الاحصاء الاستدلالي موضوعات نظريه الاحتمال وقوانين الاحتمال والتوزيعات الاحتماليه probability distribution كان من اهمها التوزيع الطبيعي normal distribution ونظريه النهايه المركزيه او ما يسمى central limit theorem واستخداماتها ساقدم باذن الله تعالى في هذا المقطع القصير موضوع الخطا والمخاطره error and risk يندرج هذا الموضوع في إطار نظرية الاحتمال وبخاصة التوزيع الطبيعي ويعتبر مقدمة في نظرية اختبار الفرضيات Hypothesis Testing من الأهمية بمكان أن نذكر بحقيقة علمية مهمة كثيرا ما نلجأ إليها في الاستدلالات الإحصائية وخاصة في حق الاختبار الفرضيات مفادها أن التوزيع النهائي لسلسلة من المتغيرات العشوائية المستقلة والموزعه توزيعا متشابها مهما كان نوع ذلك التوزيع سيؤول في النهايه الى التوزيع الطبيعي كلما اللهم كلما تعاظم حجم تلك السلسله او طبعا العين العشوائيه من المفردات المختلفه. نعطي مثال عن الخطا والمخاطره. لنفترض بان لدينا بيانات عن المجتمع الاحصائي للمتغير X المتغير الاكس لدينا بيانات التالية ميو أوف إكس اللي هو المتوسط المجتمع الإحصائي يساوي مية، متوسط المجتمع الإحصائي الانحراف المعياري للمجتمع الإحصائي يساوي 16 عشر، هذا الانحراف المعياري للمجتمع الإحصائي يعرف الخطأ الآن أرجو قبل أن أذكر تعريف الخطأ أرجو أن تتذكروا هذه الأرقام هنا متوسط المجتمع يساوي 100 الانحراف المعياري يساوي 16 عشر. يعرف الخطا اي في التقدير وفي اطار حديثنا عن وسط المجتمع ميو ووسط العينه ووسط العينه اكس بار كما ياتي اي الخطا في التقدير يساوي الفرق بين متوسط العينه وسط العينه ومتوسط المجتمع اذا كانوا يبتعدوا عن بعضهم البعض باي قيمه فهو الخطا في التقدير وسنقيس هذا الخطا من خلال نظريه النزعه المركزيه او ما يسمى عفوا بالحد المركزي او النهايه المركزيه سنترال ميت ثيرم. الخطا في التقدير اي هذا متوسط العينه وهذا متوسط المجتمع الاحصائي. نستكمل مثال لكن قبل الاستكمال تذكروا بان متوسط المجتمع الاحصائي 100 والانحراف المعياري للمجتمع الاحصائي يساوي 16. سحبت عينة عشوائية بحجم N تساوي 64 إذا الآن N حجم العينة يساوي 64 مفردة كان متوسطها متوسط المفردات X بار يساوي 98 لكن قبل قليل ذكرنا بأن ميو اللي هو متوسط المجتمع الإحصائي يساوي 100 فإذا ما يعني بأن الخطأ إيه تساوي 98 اللي هو متوسط العينة مطروح من من هذا المتوسط متوسط المجتمع ويساوي سالب 2 هذا الخطا في التقدير اي متوسط العينة هنا وهذا متوسط المجتمع وهذا قيمة الخطا في التقدير، قيمة الخطا في التقدير. تقاس مخاطرة حدوث خطا في قياس متوسط العينة. الخطا هو أن لا تكون القيمة المتوقعة لمتوسط العينة مساوية لمتوسط المجتمع. أرد يعني أعيد الخطا في القياس بيكون لا يكون هناك تساوي أي بمعنى آخر القيم المتوقعة إذا كان في خطأ هناك القيمة المتوقعة لمتوسط العينة لا تساوي متوسط المجتمع الإحصائي إذا كان في خطأ نقيس هذا الخطأ بواسطة حساب احتمال حدوث متوسط ما هو احتمال حدوث هذا المتوسط بالمجتمع الإحصائي طبعا هذا المتوسط قيمته 98 ما يعني بأن قيمة المتغير الطبيعي المعياري زي تكون كما ياتي، زي تساوي الفرق بين متوسط العينة الفرق بين متوسط العينة والمتوسط المجتمع مقسم على الانحراف المعياري للعينة وتساوي في هذه الحالة 98 مطروح منها 100 مقسم على 16 مقسم على الجذر التربيعي ل 64 وتساوي سالب واحد، إذا قيمة زي تساوي سالب واحد. الان هذا الرسم البياني يبين المقصود الان بالخطا، ما هو احتمال الان ان تكون قيمه المتوسط من مجتمع احصائي من مجتمع احصائي متوسطه 100، ما هو احتمال ان نسحب عينه حجمها 64 يكون متوسطها 98؟ هذا الان هو السؤال. اعيد السؤال. الان لدينا مجتمع احصائي متوسطه 100. سحبنا عينة عشوائية من هذا المجتمع حجم العينة يساوي 64، ما هو احتمال ان تكون الان ان يكون متوسط العينة 98؟ بمعنى اخر هناك فرق بين متوسط العينة والمجتمع الاحصائي بمقدار 2 بمعنى اخر الى اليسار. ما يعني الان بان زي تكون كما ياتي؟ نذهب الى الجدول طبعا جدول التوزيع الطبيعي المعياري نجد بان احتمال زي تكون اقل من او تساوي سالب واحد يساوي 15.87% أي أن الجواب أي أن مخاطرة حدوث خطأ في متوسط العينة بحيث يبتعد متوسط العينة عن متوسط المجتمع بوحدتين بوحدتين إلى اليمين أو اليسار لكن طبعا هنا إلى اليسار لأنه إلى اليسار هنا هي 15.87% من كل 100 مرة من كل 100 عينة. 15% من العينات بكون الآن آه المتوسط 98 آه أو أقل حتى. مثال آخر لابد قبل أن أذكر مثال آخر من ذكر الحقيقة التالية: تتناسب قيمة المخاطرة المحسوبة أو اللي هي الاحتمال عكسيًا، هذه المخاطرة تتناسب عكسيًا مع حجم العينة، فكلما زاد حجم العينة انخفضت قيمة المقام في حساب المتغير المعياري زي. ما يؤدي بالتالي إلى زيادة قيمة زي نفسها وتضاءل احتمالها عندما تنخفض قيمة زي أو تزداد بالمطلق طبعا سالب أبو جيم يغدو احتمال حدوثها قليل جدا جدا. الآن المثال لنفترض بأن كمية الإسمنت المعبة في أكياس يجب أن تكون بمتوسط مقدار ميو. لا يهمنا معرفة ميو في هذا المثال. لكن لدينا معلومة بأن الانحراف المعياري مقداره سيجما يساوي واحد. سحبت عينه عشوائيه بحجم ان تساوي 4 ما هي قيمه المخاطره للظهور خطا في التعبئه مقداره واحد ونص كيلو جرام زياده او نقصان زياده او نقصان اوكي بناء على هذه المعلومه تكون قيمه زي كما ياتي الان زي تساوي حاصل فرق بين طبعا قسمه اكس بار مطروح منها ميو مقسم على الحراف المعياري للعينه وتساوي اي e مقسم على للعينه ويساوي واحد ونص طبعا الاحتمال تبعا واحد ونص مقسم على الحرارة المياه العينة ويساوي ثلاثة ما احتمال الآن زي أن تكون أقل من أو تساوي ثلاثة عفوا أعلى من أو تساوي ثلاثة وأقل من أو تساوي سالب ثلاثة معنى آخر الآن الاحتمال إما بكون إلى اليمين من هنا هاي قيمة متوقعة ميو لا نريد أن نعرفها لكن الآن السؤال ما هو احتمال أن يكون الآن متوسط زيادة واحد ونص اليمين أو اليسار من جدول حساب المتغير المعياري الطبيعي نجد بأن الاحتمال يكون بالحالة هاي إلى يمين الثلاثة أو إلى يسار سالب ثلاثة لأن هناك تماثل في الحالتين يساوي طبعا فاصل صفر صفر واحد ثلاثة يعني أعلى من واحد بالألف بقليل أقل من اثنين بالألف هذا احتمال هكذا الجواب احتمال زي تكون أعلى من ثلاثة تساوي واحد ناقص بروبابيلتي أنها تكون أقل من ثلاثة، فواحد صحيح اللي هو احتمال الاحتمال أو مساحة المنحنى كلياته نطرح منها إلى يسار السالب ثلاثة احتمالها اللي هي تساوي صفر فاصل صفر صفر واحد ثلاثة، أي أن هناك مخاطرة مقدارها اثنين ستة من كل ألف بأن يكون كيس الأسمنت بوزن إضافي مقداره واحد ونص أو انخفاض مقدار واحد ونص المقطع القادم شكرا على حسن متابعتكم المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون عن اختبار الفرضيات hypothesis testing يليه المقطع الذي سيكون عن أول درس في الاقتصاد القياسي econometrics ونظرية الانحدار البسيط والمتعدد simple and multiple regression لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغه القران الجميله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى لقاء اخر قريب باذن الله تعالى